أيها السادة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وإلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم من القناة اللافية تلفزيون المملكة العربية السعودية، وأقدم لحضراتكم ثانية نشرة الأخبار اليومي أمس الثلاثاء. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، ونقدم لكم النشرة الإخبارية الثالثة ليوم الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الثانية والأخيرة لهذا اليوم، نبدأها من تلفزيون جدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، وإليكم النشرة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الإخوة، ونقدم لكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم بكل خير، وليكم اخر موجز الانباء وقراءه سريعه في صحافه الغد. نبدا بالموجز.
خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخام إجراء انتخابات عامة في بلاده العام المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وإلى حضراتكم تفصيلات ما أوجزنا لكم مع الزميل ماجد الشبل. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، ونقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذا موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يستقبل اليوم كبير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان من توليه مهام الحكم في بلاده. خادم الحرمين أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الإخبارية الخاصة، ويشاركنا في بثها كل من إذاعات المملكة العربية السعودية وقناة الإخبارية وقناة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والمهنين بشهر رمضان. مأرب تخلف عشرات القتلى والجرحى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان دولة السيد عمران خان بمناسبة فوز بمقتل 4 من رجال الأمن. الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في نشرتنا الأولى لهذا اليوم من القناة السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، والبداية بالعالم.